بالمساق وزيد الداخلية السابق والعاري في الخبايا الأمور خبايا الملفات العالقة في التعليم وبينها هذا المشكل ديال اليوم الحضور ديالنا امام المديريه الاقليميه لانس الزكان ايت ملول كيجي في اطار تلبيه ديال البرنامج النضالي للتنسيقيه الوطنيه المسطر يعني والذي يتضمن مجموعه من الخطوات النضاليه التي بداتها التنسيقيه يعني منذ ازيد من 3 سنوات منذ 2018. هذا الملف الذي عمر كثيرا ازيد من 11 سنه على 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 هذا الملف، وهو ملف يحس الاساتذه ديال الابتدائي واساتذه الاعدادي واساتذه والملحقين التربويين وملحقين الاداره والاقتصاد كيحسوا بواحد الحيف، حيف الظلم تجاه هذه الفئه العريضه اللي كتجاوز 200 الف استاذ واستاذه. هاد الاساتذه اللي كيتعرضوا لهذا الحيف باقصائهم من خارج السلم، وهذا خارج السلم هو كما يعني قلنا سابقا هو حق عادل ومشروع أسوة بزملائنا في اساتذه الثانوي التاهيلي. اذا لماذا نحرم او لماذا تحرم هذه الفئه العريضه من هذا الحق؟ ولهذه الشعارات اليوم ديال الحكومه على اساس تجويد يعني ظروف ديال الاساتذه، راه يعني هذه المساله ديال خارج السلم فهي تتنافى وتجويد وتحسين ظروف ديال الاستاذ والاستاذه المقصي والمقصي من خارج السلم. احنا اليوم هنا في اطار التنسيق الخماسي للنقابات الخمس الاكثر تمثيليه تضامنا ومساندا للنضالات ديال الشغيله التعليميه، وبالنسبه لهنا يعني تضامنا مع ملف ديال المقصيين والمقصيات من خارج السلم. هذا الملف هذه الذي عمر طويلا رغم انه الوزاره يعني كان هناك اتفاق في 26 ابريل 2011 على اساس فتح الدرجه الجديده وعلى اساس كذلك فتح خارج السلم النساء ورجال التعليم يعني في اطار ما يسمى بالعداله الاجريه والحق في الترقي، ولكن دائما ما توجهنا الوزاره بالاكراهات الماليه منذ سنوات والتنصل ديالها من جميع الاتفاقات التي يتم الحسم فيها ونعود الى طاوله الحوار من جديد. اذا هذه الاشكال هذه العبثيه والعشوائيه في تدبير ملفات نساء ورجال التعليم وقطاع اجتماعي اللي هو حساس فاكيد لن نقبل يعني خوفا على مصير ابناء هذا الوطن لن نقبل بهذه الاشكال من التدبير العشوائي. الاخوان والاخوات داخل التنسيقيات على المستوى الوطني ولا على المستويات الاقليميه او الجهويه يعني اتخذوا مجموعه من الاشكال النضاليه بينها المقاطعه ديالهم المنظومه مسار، مقاطعه كذلك لجميع انشطه الحياه المدرسيه والصف، وكذلك المقاطعه ديالهم الاطر ديال المراقبه التربويه يعني الاكتفاء فقط بمهمه التدريس داخل المؤسسات التربويه. اذا نحن اليوم في هذه الوقفه يعني لبينا النداء وامامنا مجموعه كبيره من الخطوات النضاليه الا وهي مقاطعتنا لمنظومه مسار. يعني كل اساتذه المقصيين والمقصيات فهم اليوم يقاطعون منظومه مسار، وبالتالي الوزاره وزاره التربيه الوطنيه تلعب بالنار ولا تريد تحقيق يعني النتائج ديال التلاميذ في وقتها. ابدا لن تتحقق هذه النتائج ما دمنا نقاطع هذه المنظومه والتي اليوم يتفق على مقاطعتها كل الفئات او كل التنسيقيات الاربعه، تنسيقيه ضحايا تجميد الترقيات، ترقيه تنسيقيه اساتذه زنزانه 10، ثم تنسيقيه الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، ثم تنسيقيه الاساتذه المقصين والمقصيات من خارج السلم. اذا هذه النقطه اساسيه اللي اليوم كنتوحد عليها، كما اننا اليوم بصدد القيام بمجموعه كبيره من الوقفات كل ساعه صباحا ومساء داخل المؤسسات التعليميه، ثم نحن اليوم نقاطع جميع الانشطه التي تقام على صعيد المؤسسه باستثناء مهنه التدريس. اليوم الاستاذ يعني موكول انه يقوم بمهنه التدريس لا اكثر ولا اقل، فجميع الانشطه بما فيها مجالس
المقام على صعيد المؤسسة بما فيها الأنشطة الموازية، بما فيها الأنشطة الرياضية، بما فيها تكوينات، بما فيها استقبال المفتشين، فنحن اليوم نقاطع كل هذه الأشكال حتى يتحقق مطلبنا العادل ألا وهو خارج السلم. وكما يلاحظ الجميع على أن الوزارة فتخدعنا بهذا التماطل، فاليوم وزير التربية الوطنية يقول على أن هذا حقكم ولكن التكلفة المالية غير موجودة، كأن التكلفة المالية فقط على أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وعلى المقصدين والمقصدات من خارج السلم. إذن نضالنا سيستمر حتى آخر رمق، حتى نحقق مطلبنا الوحيد وهو الاستفادة من خارج السلم، وهذا يعني مطلب لا محيد عنه. النقابة الوطنية الكريم كلنا قناعة أنه من الضروري أن الوزارة تعيد حساباتها وتجلسها إلى طاولة الحوار، ليس فقط تجلسها لطاولة الحوار لتحل بشكل جدي هذه الملفات، خصوصا ملف ديال المقصيين وملف ديال الزنزانة 10 والملحقون التربويون وضحايا النظامين وملحقون الإدارة والاقتصاد. إذن وإلا احنا نستنكر أن كيف أن الوزارة أو الحكومة مررت القانون المالي للسنة القادمة بدون أن تأخذ بعين الاعتبار المجموعة من الملفات العالقة التي أصبحت تساهم في هشاشة نساء ورجال التعليم. نساء ورجال التعليم يعني أصبحوا يعانون هشاشة خطيرة وعدم استقرار مادي واستقرار نفسي، وبالتالي ما سينعكس سلبا على المردودية داخل المؤسسات، وسيضرب لنا عرض الحائط جميع الإصلاحات التي قامت بها الدولة في المنظومة التربوية. بالنسبة لهذا الشكل النضالي فجميع اليوم جميع المديريات على الصعيد الوطني اليوم أمام هذه الوقفات التنسيقية الوطنية سطرت برنامجا نضاليا، يعني سيبدأ بهذه الوقفات أمام جميع المديريات الإقليمية في جميع ربوع الوطن، ثم سنتوجه يوم الاثنين والثلاثاء بإضراب وطني وبوقفة أمام وزارة التربية الوطنية يعني بالرباط. التأثير ديال هذا العرس الرياضي اللي توج به المنتخب وهذا العرس ديال مونديال قطر 2022 فهو يعني بالنسبة للملف ديالنا يعني ما كاين حتى تأثير، لأنه في نفس اليوم اللي لعب فيه المنتخب الوطني أمام البرتغال حضرنا وبقوة أزيد من 2000 أستاذ وأستاذة حضرنا، وفي يوم مطير يوم السبت بالرباط وقمنا بمسيرة أمام البرلمان يعني تعرضت لكل أشكال تضييق من طرف السلطات لدى ولكنها كانت ناجحة، وبالتالي فالمقصين والمقصيات لن يعني يعفيهم عن النضال لا المونديال ولا أي يعني أنشطة أخرى. بخصوص النقطة ديال التسوية ديال مستحقات النساء ورجال التعليم الذين تمكنوا من اجتياز الامتحان المهني بنجاح وكذلك الترقية بالاختيار، كان هناك واحد التماطل رغم أن الوزارة أعطت وعود. هذا التماطل الذي نكرر دائما أنه يعني يؤثر في المردودية وفي العطاء ديال النساء ورجال التعليم، لأنه والله يحسن العوان تلقاو ناس يعني برمجوا مجموعة من الأمور في حياتهم، وبالتالي كل تماطل في أداء مستحقاتهم ينعكس عليهم بشكل سلبي. الوزارة بادرت مؤخرا إلى أنها ضخت يعني هناك عدد مهم نسبة مهمة على ما هو يعني متداول الآن ستتوصل بمستحقاتها هذا نهاية هذا الشهر، وما تبقى سيتوصلون به في الشهر أو الشهور القادمة. إذا نحن نحدد الوزارة مغبة أنها تؤخر أكثر هذه المستحقات هذه للنساء ورجال التعليم التي هي من حقوقهم وليست ملفا مطلبيا. لن نسمح إلا بالتسوية بأطار مادي وإداري لجميع المقصيين والمقصيات، حتى منهم المتقاعدين اللي خرجوا هذا لحقهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.